في فصل الصيف يعتبر الحفاظ على ثبات المكياج تحدي كبير، خاصة مع درجات الحرارة المرتفعة وارتفاع نسبة الرطوبة في الهواء. لذا من المهم اتباع بعض النصائح والخطوات للحفاظ على مكياجك جميلاً وثابتاً طوال اليوم دون أي تلطيخ أو تلاشم. قبل بدء المكياج، ضعي الكونسيلر المات على بشرتك بطريقة متساوية ومناسبة، مما يساعد في إخفاء العيوب وتوحيد لون البشرة. وتأكدي من استخدام فرشاة لتوزيع الكونسيلر بدقة دون التسبب في زيادة اللمعان على البشرة. استخدمي البودرة المضغوطة، وقومي بتثبيت مكياجك باستخدام البودرة المضغوطة، وخصوصا في منطقة حول العينين لمنع تجمع المستحضرات وتكون التجاعيد أو التلطخات. اختاري الظلال المات دائما. استخدمي الظلال المات بألوان فاتحة وناعمة، وتجنبي الظلال البراقة التي قد تتسبب في زيادة في اللمعان خلال الأيام الحارة، وتوجهي نحو الظلال المشمش الفاتح والمات لمنع عينيك إطلالة مشرقة ومحايدة. تحديد الحواجب بطريقة طبيعية. استخدمي الكونتور الكريمي لتحديد الحواجب بشكل طبيعي، وتجنب استخدام الأقلام الكريمية الثقيلة التي قد تذوب في درجات الحرارة العالية. تطبيق الماسكارا الكثيفة. استخدم الماسكارا الكثيفة والمقاومة للماء لتحقيق رموش طويلة وكثيفة دون أي تلطخ أو تكتل، وقومي بتطبيق طبقات من الماسكارا بشكل متساوي للحصول على نتيجة مثالية. تثبيت أحمر الشفاه بالكونتور. قومي بتحديد شفتيك باستخدام الكونتور الكريمي قبل وضع أحمر الشفاه، واختاري ألوان فاتحة ومشمشية لمظهر طبيعي ومنعش. وباتباع هذه الخطوات البسيطة ستتمكنين من الحفاظ على مكياجك جميلاً وثابتاً خلال الأيام الحارة دون أي مشاكل. وانطلقي بثقة واستمتعي بمظهرك الجميل طوال اليوم.